السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على مايكرو سيتيك أنيميا، خصوصا ايرون ديفيشنسي أنيميا، وننوه إلى أنه مايكرو سيتيك أنيميا صغر حجم خلية الدم الحمراء. أسباب أو أنواع الأنيميا زي ما احنا بنعرف عندنا الهيموجلوبين بتكون من هيم زائد جلوبين. الهيم اللي هو ايه؟ من حديد زائد بروتوبوريفيرين اللي بيتحول لبيليروبين في التكسير، زائد جلوبين. تمام؟ لو عندي خلل في الحديد لم يتم تزويده في الطعام، يعني ما اكل الشخص هذا في عنده نقص في الحديد، ينتج ايرون ديفيشنسي انيميا. اما لو الحديد موجود في الجسم وفي الاكل بشكل طبيعي لكن لم يتم دخوله لعملية بناء الهيموجلوبين، ينتج عنه انيميا اوف كرونيك ديزيز، انيميا الامراض المزمنه، جايه بعد الامراض المزمنه. طيب لو كان الخلل في البيليروبين البروتوبوريفيرين ولم يتكون الهيم نتيجه مثلا خلل او نقصان فيتامين اي ال ال، هذه بنقول عنها سايدروبلاستيك انيميا. طيب لو هاي الامور كلها تمام وكان الخلل في الجلوبين ما تكون عندنا، بنقول عنها تلاسيميا. وهل الجلوبين الفا ولا بيتا؟ اوكي، الفا تلاسيميا او بيتا تلاسيميا. طيب ايرون ديفيشنسي انيميا هذا النوع من الانيميا يظهر عند السيدات الحوامل، السيدات بشكل عام، نتيجة المنستريشن بيريود. كذلك الأمر في الأطفال نتيجة نمو الجسم ونقصان تغذية أو احتياج الجسم الزائد. تمام؟ وعادة الأسباب الأولية بتكون نيوتريشنال ديس أوردر، تمام، أو نقصان حاد في الدم. طيب هذا النوع من الأنيميا أسبابه كرونيك بلاد لوس، فقدان للدم نتيجة قرحة، نتيجة نزف، نتيجة منستريشن بيريود. كل هاي الأسباب أدت إلى احتياج الجسم للحديد، تمام، وفقدان الحديد بشكل عام. أيضا السبب الثاني ممكن يكون increase use of iron، لازم حديد كتير للبناء في البريجنانسي في الحوامل نتيجة الجروث للفيتس للجنين أو للتشيلدرن، تمام، أو عوامل أخرى. ممكن decrease absorption، نقصان في الامتصاص، خلل في مركبات معينة موجودة في الأمعاء، خلل في الأمعاء في الحموضة، نزف، إسهال شديد مزمن أو سوء امتصاص. كل هاي الأسباب أدت إلى حدوث الأنيميا. طيب ايرون ديفيشنسي ستيجز، يمر مريض نقصان الحديد في الدم في العديد من المراحل، خلينا نقولهم ثلاث مراحل. مرحلة أولى بري ليتنت وهي ما قبل الظهور، وهي مرحلة بدائية جدا، وهنا بكون الحديد المخزون في المخزن يبدأ يتأثر في هذه المرحلة. Reduction in iron store without reduced serum iron level، هنا الحديد المخزون يقل لكن الحديد اللي في الدم اللي بنشتغل منه لعملية البناء واللي جاي من الأكل اللي بيكون في الدم بيكون طبيعي، تمام. يبقى الحديد اللي موجود عندنا بيكون طبيعي، الترانسفيرين بيكون النواقل الحديد بتكون طبيعية لأنه في حديد ما في مشكلة، تمام، لكن
الحديد المخزن في النخاع يبدأ يقل، والامتصاص بكون جيد ما فيش مشكلة. أمال الخلل وين؟ بكون إنه ما فيش حديد فيه جاي للأكل من الدايت الأكل، فبالتالي المخزون بتأثر والنخاع بتأثر. أم سي في حجم الخلية بكون طبيعي، الهيموجلوبين بكون طبيعي، لسه ما وصلهم التأثير. لكن في المرحلة الثانية ليتنت ستيج، وهنا المخزون يبدأ بالنفاذ، لكن الهيموجلوبين ما زال طبيعي وحجم الخلايا ما زال طبيعي، لكن اللي حديد اللي مخزون تأثر والنواقل تأثرت واللي في النخاع خلص، لكن يبقى عندي الام سي في والهيموجلوبين في وضع طبيعي. مرحلة ثالثة، وهي هنا يظهر بشكل علني اختفاء الهيموجلوبين، وهنا يبدأ تركيز الهيموجلوبين يتأثر ويقل بسبب استمرار عجز الحديد والمخزون، وبنلاحظ نخاع مفيش، نواقل مفيش، مخزون قلت، توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، اماكن ارتباط الحديد على الترانسفيرين عالية، اي انه يوجد نقص في الحديد، بدأ تأثر حجم الخلية، الام سي في بيقل والهيموجلوبين بيقل. طبعا شو بلاقي انا عندي في المختبر من تحاليل؟ حنشوف مايكرو سيتيك انيميا، حنشوف هايبوكروميك اي نقصان في الهيموجلوبين، حنشوف لو سيرم ايرون اند فيريتين، اليفيتد توتال ايرون بايندينج كاباسيتي زي ما تو شفنا عندنا، ديس ابيرنس اوف ستينابل ايرون ان ذا ماكروفاج اوف ذا بون مارو، يختفي ديس ابيرنس، يختفي هذا الهيموجلوبين الحديد من الخلايا. طبعا كاشف اخر منتزر اندكس، وهو بنقسم الام سي في على الريد بلاد سيلز بيعطيني رقم، والله لو الرقم طلع اقل من 13 الحالة اللي عندنا بتكون انيميا، تمام. لو كانت اكثر من 13 بنقول عنها ايرون ديفيشنسي انيميا، تمام. لانه نفترض 80 او خلينا نقول مثلا 90 ام سي في على 5 مليون ريد بلاد سيلز، تمام، فبتلاقيها طلعت عندك ايه رقم كبير، تمام. لو قسمته اكثر من 13 اذا هنا بيكون الحالة مش تلاسيميا لأنه الام سي في أكثر من 80، وكذلك الأمر قيس على ذلك. طيب نمشي الآن نشوف لعند هان، خلينا نتوقف ويعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.